نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر. وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع جماهير نادي الزمالك أو جماهير الزمالك اللي تواجدوا طبعا باستاد القاهرة الدولي عقب تأهل الفريق للنهائي كاس مصر، وتوجه اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للجماهير للاحتفال معاهم عقب انتهاء المباراة وفوز الزمالك، وهتفت الجماهير لجميع اللاعبين عقب التأهل للمباراة النهائية. طبعا تأهل فريقنا لنهائي كاس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق. كمان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب كان حريص على التوجه لغرفة ملابس الفريق عقب مباراة بيراميدز اللي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كاس مصر لتهنئة طبعا اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز وبلوغ النهائي. وأشاد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالمجهود المبذول من اللاعبين وأعضاء طبعا الجهاز الفني واللي انتهت بالفوز، وطالب رئيس النادي في حديثه مع اللاعبين ومع الجهاز الفني باستمرار نفس الروح اللي ظهرت في لقاء بيراميدز، مؤكدا على ثقته الكاملة في تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة. كمان كابتن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك اكد ان الجهاز الفني كان بيعاني قبل المباراه، وطبعا يعني قبل مباراه بيراميدز، بسبب قله اللاعبين اللي متاحين لخوض مباراه نصف نهائي الكاس. واضاف المدير الفني وقال ان محمود علاء اشتكى من اصابه في العضله الخلفيه وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للاصابه والايقاف. كمان تابع كابتن معتمد جمال وقال استعنت بسامسون اكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصت على تجهيز اللاعبين نفسيا من اجل اللقاء، والزمالك فريق كبير قادر على الفوز. كمان اضاف المدير الفني وقال انه اختار انسب تشكيل لخوض المباراه في ظل القائمه المتاحه امامه، ووضح وقال ان بيراميدز منافس قوي ولديه العديد من الحلول، وشدد على ان الزمالك كان دائما رد فعل في لقاء بيراميدز وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم. كمان أبدى المدير الفني سعادته بالفوز في اللقاء والتأهل طبعا للمباراة النهائية، مضيف إن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أخطره بأنه المسؤول عن لقاء بيراميدز وإن المجلس هيدعمه، وأوضح كمان إن كابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرفين على الكرة طلبوا منه تولي المسؤولية وما ينفعش يتأخر عن تدريب الفريق، وإنه تحت أمر النادي في أي وقت. كمان احمد مصطفى زيزو نجم الفريق اتكلم بعد الفوز على بيراميدز ووجه رساله لجماهير الزمالك، وقال زيزو في رساله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: احنا ما خدناش بطوله بس وصلنا لمرحله ومكان بظروف اعجازيه، احنا الزمالك علشان عندنا جمهور يهز الجبل، احنا الزمالك علشان عندنا لعيبه رجاله. كمان قال: ربنا بيرسم لك الطريق الصعب علشان يطلعك في نظر الناس بطل، بيحطك في كل الظروف المستحيلة علشان يوريك انه موجود لو اخذت بالاسباب واجتهدت. كمان قال: جمهور يخلي الواحد يصدق انه احسن فرقة في العالم حتى لو ده مش حقيقة، شكرا لكل واحد كان موجود تستحقه تفرحوا. في ختام اخبار الزمالك خلينا ناخدكم لمشاهدة لقطة يعني كانت مميزة جدا عن البطل محمد عواد الحارس الامين الاصيل، احسن جون في مصر عواد يا جماعة هو الأصل. تعالوا نروح نشوف المشاهدة دي ونرجع لكم تاني. يعني الحقيقة عواد يستحق طبعا الهتافات دي.